Tenanana
kengeng warna-warni anugerah-anugerah marantenanana, kengeng madad marantenanana. Naosgeun Yasin sadayana anu apal, anu teu apal ngaos kuluhu, ibu-ibu anu haid ngaos salawat, alebah Quran ngaos salawat, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'ul wa ma'mul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syar wa zadatan muhabbatan fi syarafil habib sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syurillahi lahul fatiha. Ila arwahi abaihi wa ummahatil mahfudhin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi thayyibin tahirin wa sahabatihi al mufaddalin al mukramin wa sayyidi tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin ulil hidayati wat tamkin radiyallahu anhum ajma'in. Thumma ila arwahi ikhwanih min al anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa li kulli wa ashabi kulli minhum radiyallahu anhum ajma'in. Thumma ila arwahil malaikah wal muqarrabin wal karubiyin alihim assalatu wassalam. Thumma ila arwahil awliya wal ulama wal siddiqin wal muqarrabin wal shuhada wal salihin radiyallahu anhum ajma'in. Anna allaha yu'li darajatin fil jannah وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وعلى علينا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهود الله إنهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamin wa ammadina wa akhwalin wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina wa asadidina wa masyikhina wa sanadina wa thabatina wa muridina wa man ahabbana wa man ahbabnahum wa man rahimana wa man rahimnahum ومن ظلمناهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أكرم من يكن صاعين ودين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوف إلى قوف من لدن آدم إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شهد لله لهم الفاتحة. الشهداء والصالحين المقبورين في هذا المقام العظيم رضي الله عنهم أجمعين. في قول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لأرواح الأولياء العلماء الشهداء الصالحين المقبورين في مقام بوجان رضي الله عنهم أجمعين. شهر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب خصوصاً إلى أرواح الأولياء العلماء الشهداء والصالحين المقبورين في مقام غجاه رضي الله عنهم أجمعين. شهود الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إلى أرواح الأولياء العلماء والشهداء الصالحين رضي الله عنهم أجمعين المقبورين في مقام بني بوانا. شهر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أرواح الأولياء العلماء الشهداء الصالحين المقبولين في مقام بدر أقصى جلقام رضي الله عنهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى أرواح الأولياء العلماء الشهداء الصالحين المقبورين في مقام تبتي رضي الله عنهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أولياء والعلماء والشهداء الصالحين المقبورين في مقام تشبر رضي الله عنهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. المقبورين في مقام تلك بيوتان رضي الله عنهم. شهر الله لهم الفاتحة. بدويود رضي الله عنهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بعد رضي الله عنهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
ma'akum juga lewah radhiyallahu anhum ajma'in fulillahi lahumul fatiha. وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصر عنك من الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين.
arhamar rahimin. Rahmatullah wa barakatuh. Alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن صعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العدو تحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك وعلى آله وصحبك ذلك وسلم تسليما كثيرا مثل ذلك. ورضي الله تبارك وتعالى نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى. سبحانك ربنا ولك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نويت ذكر تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله
la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, أفني بها عمري لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي الله قبل كل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى نا كل شيء لا إله إلا الله ويفنى كل شيء لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان
وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارض عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوصل ثواب الله إلى أرواح من وإلى أرواح ونسألك اللهم بحق هؤلاء عبادك من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء والشرف الصالحين بحق أولياء والعلماء والشرف الصالحين المقبولين في هذا المقام أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وأزواجه وذريته وتبعه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأن تعطينا ما سألنا وتستجيب لنا دعانا استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله طلب الدعاء وارزقنا شفاعتهم وارزقنا أنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدنا بمددهم وأمدنا بمددهم وأمدنا بهم واجمعنا بهم آمين يا الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين شهود الله له الفاتحة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
كان حوليا كان صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Orang salam wada sabada salam wada ya sakedik orang nempelkan hanca orang ya sakedik we sadajan orang berangkat ke makom Eyang Bojong de Eyang Bojong mah daya itu ye orang pada jarah we kakarun karun orang ashabul ijazah tidinya teras ka pangersana Syekhuna apa ya tah tidinya mangke ninga situasi upami situasi na memungkinkan teras ka Cipati kurang teras ka Cipati upami teu memungkinkan kewae panginten ngahaja bade aya hancak insyaallah mangke dina sasi Ramadan aya oge urang insyaallah turing zarah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal-amanu wa'udatu indakum wa'inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yawmil qiyamah wa hiya ashadu an la ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفاتحة. Ya, gimana sekedik we ya? Sekedik bakal Ramadan. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalu salati wa atamu taslimi ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa qad fazal muttaqun. Para jamaah semua dan segenap muslimin muslimat al-kiram dimanapun berada rahimakumullah, semoga kita dan seluruh keluarga kita dan semua muslimin muslimat mu'minin mu'minat dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Selalu ada dalam penjagaan Allah. Amin. Selalu ada dalam liputan kasih sayangnya Allah. Amin. Selalu ada dalam hidayahnya dan pertolongannya Allah. Amin. Selalu ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Selalu ada dalam jaminan Allah. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Para jemaah sekalian, insyaallah Ramadan akan kita temui. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Kita disampaikan ke Ramadan. Dan kita bisa menjalankan tugas-tugas suci dari Allah di bulan Ramadan dengan baik. Dan kita bisa meraih segala
segenap anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa di bulan Ramadan, terutama karunia yang Allah hujankan di malam Qadar, yakni di Lailatul Qadar. Sedikit Buya cerita tentang Ramadan. Ramadan ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahru ummati, bulan umatku. Ya, ini bulan kita semua umat Islam. Apa maknanya? Maknanya bahwa Ramadan adalah bulan yang menjadi keberkahan, rahmat dari Allah, karunia dari Allah yang sangat melimpah, yang sangat luar biasa dari bulan-bulan lain yang Allah hujankan khusus kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini adalah bulan anugerah yang luar biasa, bulan rahmat yang luar biasa, sehingga kita umat Islam wajib menyikapinya dengan rasa bahagia seperti mana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Qur'annya, dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Yang maknanya wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan pesan dari Allah kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, ketika mendapatkan karunia Allah, ketika mendapatkan kasih sayang Allah, bagaimana sikap sebagai mukmin, sebagai muslim. Nah, ini pesan ini. Maka Allah berfirman kepada Nabi kita, qul ya habibi ya Muhammad. Katakan oleh engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi fadlillahi, hanya dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan hanya dengan kasih sayang Allah. Fa bidzalika, maka dengan hal itu, falyafrahu, katakan kepada mereka, falyafrahu, harus bahagia mereka. Falyafrahu, harus bahagia mereka. Huwa, itu karunia Allah dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada mereka. Khairun, itu jauh lebih baik, mimma, daripada segala hal duniawi, baik harta, ya, benda, jabatan, shohor,